لكن نور زهير واضح جدا هيئة النزاهة والقضاء هو اللي قال أخذ 3.7 تريليون دينار عراقي من أموال الضريبة صحيح من الأمانات الضريبية. هي الحكومة قالت، والسيد رئيس الوزراء طلع في مؤتمر وخلال منا كم مليار ومنا كم مليار على الميمنة وعلى الميسرة، ووعد الشعب العراقي في خطاب ناري قال لهم ذني أموال العراقيين إلا أسترجعهن. لكن لحد الآن لم يسترجع من هذا المبلغ اللي ذكرنا يمكن 20% إلى 25%. يعني الأموال اللي عيدت لحد الآن ما تعادل 20% من الاسترجاع. ماكو، أنا أقول لك ماكو. ولو كانت هو نفسه هو هذا نور زهير مو هنا. أنا أقول لك ولو كانت أكو أموال لو شنو، ولو كانت هنالك أموال معادة لكانت نومست بها الحكومة العراقية وطلعت البيانات هيئة النزاهة والكذا، حصلنا 150 مليون دولار أو 200 مليون دولار من الأموال اللي كانت في عهدة السارق نور زهير. لازم نركز على هذا المصطلح زين. الآن نور زهير يقولون عليه حج نور ويصفون بالسيد النبيل. نور زهير ترى مسارق الآن يروجون لهذه الفكرة. من تقعد مع بعض الاسطولة هنا في العراق يقعد يحكي وياك يتكلم بهذه الصيغة، يقول لك يا عمي هو الرجال ما سارق، عنده شركات وهو كان وسيط لغرض استحصال هذه الأموال لشركات أجنبية، هو ما سرق. يبا من السرق؟ يقول لك أكو جهات أخرى ورطت النور زهير، باوع الأفلام اللي قاعد يطقونها علينا هنانه.